حتى الآن ثم ستمتد على يعني في مشيئة الله. نقول بعد هذا عبد الرحمن مولد إلى اللاعب هذا الجيلاني معرف تسديده وهدف هدف لي محمد الجيلاني. الهدف الأول من محمد الجيلاني المعرف أول هدف في المباراة هذا الجيلاني. لاحظ عملية الاختراق والتسديد. كرة مع ألكسندر يحاول يخترق أيضا خطأ وصل. هذا وين طلع ألكسندر هذا صاحب تسديدات قوية الجناح وهدف التعادل ثلاثة ثلاثة عن طريق اللاعب الجيلاني المعرف اللاعب رقم 20 لاعب الوحدة. لاحظ هذه الإعادة من الثبات وعدم وجود الكباتن الكبار بلعبة كرة اليد ونادي الخليج. كرة مع منير يحاول ولكن أيضا صافرة وخطأ ورمية 9 متر. هذا منير 9 متر يصوب فما بالك لما يخترق ويسجل من 6 متر. الجيلاني وهدف. المباراة شكلها بتاخذ إضافي إذا بيستمرون على هدف بهدف حتى نهاية المباراة. المرة برون هذه المرة يسدد ويسجل الجيلاني ورمية جزاء. وهناك قرار واستبعاد لمدة دقيقتين على من؟ الاستبعاد المؤقت على منير المدن كابتن الكبير والحكم الحالي زكريا بوعبي أحد النجوم الكبار بلعبة كرة اليد السعودية. الكرة مع الوحدة، الوحدة متقدم بالنتيجة. جيلاني وهدف هدف للجيلاني نعم هدف لمحمد الجيلاني معرف سبق واحترف فيه أيضا في الدوري الكويتي والآن محترفا لنادي الوحدة. أمين حرشاوي جيلاني إلى حرشاوي إلى اللاعب رقم 5 لاعب أحمد الزهراني إلى أمين. يا أمين وهدف قوي وتسديدة قوية من أمين حرشاوي. ألكسندر بداية عبدالله شريف موسوي جيلاني وعبدالله وهدف للجيلاني معرف محمد جيلاني معرف. هذا اللي عاد من الرمية الجزائية. حاول عبد الله شريف أن يتصدى لهذه إلى منير إلى برونو مرة ثانية إلى منير. هذا خطأ ودفاع قوي ورمية 9 متر لصالح فريق الوحدة. أمين جيلاني محمد الجيلاني يسدد وهدف قوي من الجيلاني. وبداية ارسال سريع للترجي تسديده ولكن استعجال من اللاعب رقم 2 علي حسين لتصطد الكرة في حائط الصد. جيلاني الى الزهراني الى المولد الى حرشاوي الى المولد راح يسدد يمرر الى الجيلاني يسدد وهدف بكل قوة للجيلاني. وبداية ارسال سريع برون كرة مع الوحدة حرشاوي المولد حرشاوي الجيلاني إلى الدائرة الزهراني ورمية جزاء. الكرة مع الجيلاني هذا الجيلاني تمريرة الزهراني ولكن الكرة مع الوحدة يسدد وهدف محمد وعبد الله هدف التعادل محمد الجيلاني معرف أمين الحرشاوي الكرة مع الجيلاني إلى الدائرة وهدف لهذان هدف لهذان